اهلا بكم. في هاشتاج ولو ان انا ما بحبش الهاشتاجات بس ماشي. سالوا الناس خسيت عشان حلو جميل. فسمعت حاجات هي طبعا مش يعني مش مفاجاه لينا ولا شيء غريب، بس لازم برضو نعيش دماغ الناس شويه. فخسيت عشان ايه؟ في ناس قالت لك السبب الاول ارضاء الحبيب. تمام، ارضاء الحبيب حقك يا باشا او حقك يا فندم. طبعا الحاجه الثانيه المهمه جدا التنمر. كمان كثير من الناس قالوا انهم عايزين يعيشوا بقى حياتهم، يستمتعوا من غير مجهود، من غير مشاكل. في اكيد ده البنات بقى ان هم اللبس الموضه يعرفوا يلبسوا الفاشون. انا كانت البنات اللي وزنهم زياده دول ما بيعرفوش يلبسوا. او اسباب تانيه كتير، صحه، في ناس ما بتعرفش تنام، في ناس بقى المساله وصلت لضغط وسكر ومشاكل صحيه خطيره جدا، ناس على وشك يجيلها فشل كلوي، ناس على وشك يجيلها فشل قلبي. جراحات السمنه يا جماعه بتنقذ ناس كتير جدا جدا. تعالوا النهارده نقرب ونفهم اكتر كتير عن جراحات السمنه مع ضيف العزيز، مبدع من طراز خاص، وطبعا بيمتعني باسلوب العلم الراقي جدا وفي نفس الوقت الموسوعي في الشرح. يعني فعلا بستمتع لانه ما بيسيبش طرف من الحديث الا ما بيروح يدرسوا ويشرحوا لنا بشكل راقي للغايه. ضيف العزيز واحد من ميك ستارز عالم جراحات السمنه الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي. نورت يا فندم، شرف كبير. اهلا وسهلا. يعني سعاده بان انا التقي بيك في حوار ممتع للغايه. هنبدا بكلمة مهمة، انه جراحة السمنة الراجل جاي مش جاي بس بالسمنة، ده هو جاي بمشاكل تانية. فدايما عندكم مشكلة اسمها الجراحات المصاحبة، تعبير دقيق ولا يعني نقدر نقول مشاكل مصاحبة لانها بتبقى جراحات؟ في البداية تحية لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا السمنة المفرطة من الحاجات اللي هي يعني اللي طبعا ما بتجيش لوحدها، بتجي بمشاكل صحية مصاحبة كثيرة جدا، ومن ضمنها يمكن أشهرها السكر والضغط ومشاكل الدهون المتراكمة بصورة مرضية في الدم ومشاكل التنفس. ويمكن حضرتك يمكن قلت في المقدمة إنه في مشاكل اجتماعية كثيرة، يمكن مش حاجات مرضية، يمكن السن الصغير اللي هو تحت 20 سنة أو تحت حتى 30 سنة أو ما قبل الزواج ما بيهتموش. هو لو عنده سكر هو مش مهتم بيه قد ما مهتم انه عايز يلبس كويس، يتحرك كويس، عايز يمارس حياته الاجتماعيه بصوره يعني كما يجب ان تكون. يعني في امراض مصاحبه للسمنه المفرطه لا تتعلق بالسمنه المفرطه بشكل مباشر، يعني زي المراره، حصوات مراره، يعني دي حاجه يعني مش مرتبطه بالسمنه المفرطه بشكل مرضي. يعني السمنه هي ليست، ويمكن هي اشهر الحاجات دي، ويمكن خلينا نقولها هي بصوره طبعا قد تكون غير مباشره لكن هي سبب. يمكن احنا يمكن معروف الاربعه اف بتوع زمان اللي هم بتوع المراره، الفات الفرتايل اللي هو العيان السمين، هو ده كان دايما اشهر الناس اللي بيجي لها حصوات في المراره. طبعا برضو كمان المرتبط بالسمنه برضو اللي هو الحموضه بتاعت المعده اللي هي دايما تيجي بصوره مكثفه، ودايما بيكون جزء منها السمنه المفرطه. ما طبعا دي مرتبطه ارتباط مباشر. وفي حاجات ثانويه طبعا بتحصل سيكندري للسمنه المفرطه زي مشاكل المفاصل وزي مشاكل الغضروف بتاع الظهر وزي مشاكل اللي هي العظام بصفه عامه، وتلاقيه بيقول لك انا يعني خصوصا في السن الكبير انا عايز اغير مفصل، وعنده مشكلتين. المشكله الاولى ان هو مش قادر يحسن كفاءه المفصل على الوزن ده. النمرة الثانية هو لو غير مفصل على وزن 140 كيلو، طب مين المفصل أو فين المفصل اللي هو يتحمل الوزن الكبير ده؟ عندنا مشاكل قد تكون متعلقة بالإنجاب، يعني في البنات اللي هم، أنا يمكن ليا صديقة واستشاري أستاذ نسا زميل، هو عن مقتنع تماما إنه مش عايز يعمل أي حاجة تساعد الإنجاب في مريض السمنة المفرطة. هو عايز ينزل وزنهم لانه بيقول لي ده بيساعدني كتير جدا وبوفر عليا مجهود علاجي كبير جدا في ان انا بس انزل وزن.
الاتزان الهرموني بيعود مرة أخرى، الرحم المبيض بيشتغل بكفاءة أعلى من الطبيعي عندما يكون تخلصنا من السمنة، ولو حتى ابتدى يدي علاج بيكون تأثيره أكتر وأسرع وأفيد بالنسبة للمريض. ويمكن كم كبير جدا بيقول لي عليه أنه لما العين بيخس يعني الست اللي هي المتأخرة عن الإنجاب، الوزن لما بينزل بتلاقي احيانا الستات بتنجب من غير اي تنجب من غير اي علاج يعني ما بحتاجش. النمره الثالثه انه مشاكل زي السكر هي يعني يمكن 80% من الناس اللي هم المصابين بالسكر من النوع الثاني سببهم سمنه مفرطه، ده مناعه انسولين يمكن. فطبعا احنا انقاص الوزن هو علاج للسمنه وعلاج للامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. طيب احنا بقى بنعالج الحاجات اللي بتتعالج مع السمنه بانقاص الوزن طبيعتها اصلا بتتعالج زي دهون الكبد ما هبتنزل، يعني فين العلاج اللي بيعالج مرضى تدهون الكبد من غير انقاص الوزن؟ ادي ليفر سبورت كما تحب، وادي فيتامين اي، وادي ليفر، يعني اي علاجات من غير انقاص الوزن في مرضى السمنه المفرطه لم يكن هناك اي علاج لتدهون الكبد. ففي امراض كده هي نفسها يعني كل الدهون المرضيه في الدم بتقل، كل دهون الكبد بتقل، نزلت الوزن مفاصلك هتشيل نفسها، يعني المفصل اللي هو اللي يعني ماسك نفسه بالعافيه اللي هو مش قادر يشيل وزن 140 كيلو ولا 150 ولا 200 كيلو، لما حتى توصل تبقى 80 كيلو ولا 90 كيلو اكيد هيبقى فيه الرجا، يعني هيقدر يساعدك شويه، وربما ما تحتاجش ان انت تغير مفصل، وربما ما تحتاجش ان انت تعمل حاجه، نزل وزنك وبعد كده قيم بقى. هناك بعض الامراض النفسيه المرتبطه بالسمنه المفرطه، الهروب من المجتمع، عدم مش عايز اروح الجامعه، مش عايز اروح المدرسه، مش عايز يخرج، في بنات بتقعد بالسنين في البيت ما بتخرجش، اكتئاب هو ده مرتبط بصوره مباشره بالسمنه المفرطه. فيعني انا يعني الحلقه لم تتسع للامراض المصاحبه للسمنه المفرطه او المشاكل الاجتماعيه التي قد تكون يعني بسبب السمنه المفرطه، ولن يكون هناك علاج. واحد بيسالني يمكن الاب او الام بيجي مع بنتها او يعني حد منهم او الاثنين بيسالني بيقول لي يعني انا بعمل صح كده البنت اللي هي 20 سنه وزنها 130 كيلو ولا 140 كيلو ولا 110 كيلو ولا 100 اكثر من 100 كيلو، انا بعمل لها صح ولا غلط يعني، وده هياثر على الصحه اللي نجيبها ازاي؟ فبيبقى يعني سؤال رده طبيعي ان السمنه المفرطه هي هتعكس وضع البنت الانثوي ده، هي لا يعني هتبقى عندها صعوبه في الانجاب، عندها صعوبه الدوره بتاعتها اصلا متلخبطه، فانت لما بتنزل الوزن بتعيد الاتزان الهرموني مره ثانيه يعني وترجع بقى الوضع لاصله، يعني الدهون او السمنه المفرطه هي عائق امام البنت كانجاب وكمان كوضع اجتماعي، انت لو ما عملتش العمليه دلوقتي هتعملها، هتضطر ان تعملها بعد 4 سنين وبعد 5 سنين بعد السن ما يتقدم، لان انا خلينا في مجتمع عربي مصري البنت اللي هي المصابه بالسمنه المفرطه فرصتها فعلا قليله في الجواز، معلش يعني انا بتكلم بوضع يعني احنا مع بعض يعني كمجتمع مصري، طبعا السمنه المفرطه بتهزم البنت، بتحبسها جواها، ما بتبقاش عارفه تواجه المجتمع ازاي، ففي مشاكل اجتماعيه كتير جدا. طبعا طبعا. هنتكلم الاول على الارتجاع المريء والمراره جراحيا، هنعمل ده ازاي وده ازاي؟ المراره انا عايز اقولها في جمل بسيطه بحيث ان يبقى الامور واضحه للناس، يعني المراره قبل عمليه السمنه احنا بنقيم الوضع بالسونار، يعني ما فيش عيان سمنه مفرطه بيدخل العمليات من غير ما يعمل موجات صوتيه على البطن والحوض، يستكشف البطن بتاعته، من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها بالسونار المراره ويتقيم فيها. فيها حصوات السونار لن يخطئها، يعني عاده في معظم الناس بيبقى يعني اوبريتر ديبندنت، لكن ما فيش حد ما بيشوفش الحصوه بتاعت المراره بالسونار، يعني عايز حد بقى يكون الجهاز بتاعه تعبان او ما عندوش خبره الكافيه، فعلا ده حقيقه هو اوبريتر ديبندنت، لكن في حصوه في المراره هتتشال وقت العمليه سواء تكميم او تحويل. السائد عند الناس انا ما بشتكيش منها يا دكتور، ما يعني هعملها ليه يعني؟ طبعا المراره مشاكلها كتيره، يعني المراره اللي هي الزرقاء دي بتبقى عباره عن كيس بيملى العصاره المراريه، وقت بقى ما الدهون بتنزل فهو العصاره دي بتنزل برده هي بتنقبض تطلع شويه العصاره عشان الامتصاص. طيب الحصوه بقى اللي هي او الحصوات او الحصوه الواحده او طبعا حصوه منهم ممكن تنزل كده في السيستك داكت او قناه المراره، تنزل على القناه المراريه اللي هي الرئيسيه الخضراء اللي هي باللون الاخضر ده، تقوم قافلاها وعامله صفرا زبديه، وساعتها طبعا بقى طبعا علاجها صعب جدا وعايزه منظار قنوات مراريه ويدخل ومصافره ومشاكل كتير. حصوه منهم تنزل وتقفل قناه البنكرياس، التهاب بنكرياس يعني.
حصوة يعني مشاكل كتيرة. طب حصوة واحدة هي الحصوة نفسها ممكن تزنق القناة المريرية وتعمل حاجة اسمها مريزي سندروم، مشاكلها كتيرة جدا وجزء منها صفرة نسدية والتهابات في القناة اللي هي المريرية، أو إن المرارة نفسها تتسد وتعمل غرغرينة أو ممكن تنفجر أو تتخرم، يعني مش انفجار لا يعني ممكن تتخرم بيرفوريشن. فطبعا بتعمل التهاب بريتوني عنيف. احنا مش بصدد ده ومش بنخوف الناس، مش شرط يحصل لك ده يعني، احنا يعني الموضوع احنا بس بنسرد الوضع الطبي الحقيقي الحقائق العلميه، لكن مش لازم انت ممكن تسيب المراره ما تشلاش وما يحصلكش حاجه يعني فعلا على فتره كبيره، شويه مغص هيحصلوا لك كل فتره، لكن يعني الحاجات دي بتحصل من عيان لعيان. لكن النصيحه الطبيه لو عندك حصوه في المراره ما قبل العمليه انصحك كنصيحه طبيه مباشره شيلها، لان انت من نفس الفتحات نفس البنج ما تبقاش قافل على قنبله موقوته في البطن، انت يعني مش بصدد ده خالص ان انت تعمل، فهي نفس الفتحات نفس وقت البنج نفس التخدير وحاجه سهله يعني ما فيهاش مشكله، وهتخرج في نفس الوقت ونفس المتابعات ونفس الحاجات ونفس يعني نفس حتى الادويه اللي هي بعد العمليه، فهي تعتبر عمليه واحده، هي عمليه تكميم مع مراره او عمليه تحويل مسار مع مراره بس، يعني الموضوع بسيط خالص. الجراح الشاطر هو اللي يعرف يتعامل مع هذه المشكلات اما بالاستبعاد او بتقديم الاهم. فالمهم ضيفي العزيز الذي يبدا دائما في حواره الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي. نورت كالعاده. شكرا. الناس الحلوه. شكرا. خليكم دايما معنا. وزني 135 كيلو وبعاني من مشاكل صحية بسبب زيادة وزني، وبصراحة بقالي فترة طويلة بتابع الدكاترة عشان يعني نويت ان انا اعمل عملية للتكميم او تحويل مسار حسب اللي ينصحني بيه الدكتور. اشتكيت له من بعض مشاكل عندي مؤثرة معايا في عندي تقريبا ارتجاع او حاجة زي كده، والدكتور طلب مني بعض الفحوصات والمناظير عملتها واكتشفت ان انا عندي حصوات مرارية مع فتق بالحجاب الحاجز، وبصراحة الموضوع كان بالنسبة لي كنت بقرر ان انا الغي موضوع العملية يعني تخوف يعني. كلمت الدكتور ورحت له والراجل بصراحة كانت مقابلته مريحة جدا بالنسبة لي، هون عليا ده كله قال لي كل الامور دي بسيطة وان شاء الله نعمل العملية كلها في وقت واحد. يعني مهما نقول مش هقدر اشكر الدكتور كريم على كل الايجابيات اللي انا اخدتها من العملية. اولا انا عملت 3 عمليات، انا عملت عمليه تكميم معده وعمليه المراره، وكان عندي مشكله في الارتجاع والدكتور بعد الفحوصات كان لازم نعمل شبكه للمنطقه المريء واللي هي عمليه الارتجاع دي. فطبعا انا كنت في الاول متخوف من موضوع ان انا اعمل اجري اكتر من عمليه، والدكتور هون عليا الموضوع انه قال لي يعني دي هتبقى عمليه واحده وما يعني نفس نسبه الشفاء هتبقى واحده. وفعلا انا تقريبا دخلت العمليه الساعه 12 بالليل، انا الساعه 4 بالظبط كنت بغادر المستشفى تاني يوم، يعني قعدت في المستشفى تقريبا ما يقرب من 6 ساعات بس. اول نقطه ودي للامانه انا ما اخدتش دواء السكر من بعد العمليه بيوم، الى الان انا الحمد لله ما اخدتوش نهائي. الوزن بتاعي في خلال ال 8 شهور او يمكن اقل من 8 شهور نزلت تقريبا في حدود ال 50 كيلو. طبعا انا عندي راحه دلوقتي في اكتر من حاجه، اولا في اللبس في النوم في المعيشة عموما، انا شخص ثاني غير اللي كان داخل العملية. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. مهما انا اشكرك. الله يخليك. الله يخليك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك.